أنوار الهادي بحياتي تتلألأ بين الآيات، ومديح المختار بقلبي قد جاء بأحلى الأصوات. أنوار الهادي بحياتي قد جاء بأحلى الأصوات. مساء الخير على كل متابعي صدى البلد في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحلى الأصوات. النهاردة معنا المنشد والمبتهل الشاب محمد نشأت، سوليست في دار الأوبرا المصرية، أحيا عدد كبير جدا من حفلات الإنشاد الديني في ساقية الصاوي وشارع المعز. محمد تم تكريمه من قبل 4 وزارات، وهو ابن من أبناء الطريقة الشبراوية الصوفية. أهلا بك يا محمد. أهلا بك أستاذ محمود، الله يبارك في عمرك. في البداية عايزين نتكلم على انضمامك لفرقة الإنشاد الديني في دار الأوبرا المصرية، إزاي انضميت للصرح الكبير ده؟ يعني أنا الحمد لله قدمت طبعا في دار الأوبرا المصرية، اختبرت طبعا على يد الموسيقار الكبير حلمي بكر والملحن والموسيقار محمد علي سليمان، والحمد لله بفضل الله ربنا اكرمني وبقيت سوليست فرقه الانشاد الديني بدار الاوبرا المصريه. من هنا كانت البدايه. عظيم. عايزين نبدا بحاجه كده، يعني نسمع الناس صوتك الاول بعد كده نكمل اسئله. يلا بينا. اتفضل. سمعك زي صلوا على من ذكر الله، نور الهدى ياسين وطه. صلوا على من ذكر الله، نور الهدى ياسين وطه. حيته يوم الغار حماما والعنكبوت وتلك علامة. حيته يوم الغار حماما والعنكبوت وتلك علامة. وتظل جوف الحر غماما، وتظل جوف الحر غماما. يا فوزنا والله بطه. صلوا على من ذكر الله، نور الهدى ياسين وطه. والبدر كم يشتاق إليه، فانشق حين أشار إليه. والبدر كم يشتاق إليه، فانشق حين أشار إليه. والجزع أن وحن إليه، والجزع أن وحن إليه. يا فوزنا والله بطه. صلوا على من ذكر الله، نور الهدى ياسين وطه. فهو الذي نشتاق نراه، سبحان من بالنور حباه. فهو الذي نشتاق نراه، سبحان من بالنور حباه. فلعلنا بالعين نراه، فلعلنا بالعين نراه. يا سعدنا والله بطه. صلوا على من ذكر الله، نور الهدى ياسين وطه. صلى الله عليه وسلم. حبيبي جمال ده، ما شاء الله، ربنا يزيدك يا محمود. عايزين نتكلم على رحلتك مع الانشاد الديني، بدات من فين؟ يعني انا دخلت الانشاد الديني عن طريق والدي رحمه الله عليه، كان صوفي، فكان بينتمى للطريقه الشبراويه الخلوتيه، فكنت بحضر معاه مجالس الذكر. الذكر الشرعي عباره عن الله ولا اله الا الله، يعني اسماء الله الحسنى. فكنت بسمع المنشدين وهم بينشدوا ازاي، يقولوا الطبقه ديت او الابتهال ده بيتقال ازاي، فكنت بحاول اقلدهم.
ففي يوم قاعد مع نفسي فوالدتي سمعتني قالت لي قولي الانشاد ده كده، فسمعتني فقدمتني لسيدنا الشيخ. فسيدنا الشيخ سمعني ومن هنا كانت البداية بقى، ابتديت بقى اشارك في حفلات ومهرجانات. كان عمرك كام سنة؟ 13 سنة. يعني انت بقالك قد ايه في مجال الانشاد دي؟ يعني بقالي دلوقتي 10 سنين. ما شاء الله. طيب حابين نسمع حاجة كمان. تمام. هنقول حاجة كده اسمها نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم. صل بنا يا حادي الله الله على نبينا الهادي الله الله. صل بنا يا حادي الله الله على نبينا الهادي الله الله. وصاحب الإمداد والعز والسلطان صلي بنا يا حادي الله الله على نبينا الهادي الله الله. وصاحب الإمداد والعز والسلطان الله الله. يا مغرما بالهادي الله الله كيف واستمع انشادي الله الله. يا مغرما بالهادي الله الله كيف واستمع انشادي الله الله. حب النبي مرادي سيد ولد عدناني. صلي بنا يا حادي الله الله على نبينا الهادي الله الله. وصاحب الإمداد والعز والسلطان الله الله. إن كنت مغرم مثلي الله الله في حب زين رسلي الله الله. إن كنت مغرم مثلي حبيبي في حب زين رسلي الله الله. كيف واستمع إلى قولي حب النبي كواني. صلي بنا يا حادي الله الله على نبينا الهادي الله الله. وصاحب الإمداد والعز والسلطان. ربنا يفتح عليك. كلمات وألحان مين؟ يا ألحاني وكلمات طبعا شيخنا فضيلة سيدنا الشيخ الشيخ عبد الخالق الشبراوي رئيس جابة الإصلاح السوري. ايه معنى الكلمات بقى؟ بتتكلم عن اللي هو صلي بنا يا حادي على نبينا الهادي. الحادي اللي هو الشخص. صلي على حضرة سيدنا النبي على نبينا الهادي. هو صاحب الإمدادي والعز والسلطان. طبعا ما فيش أحلى وأجمل من عز سيدنا النبي وجمال سيدنا النبي وما كون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كنت بتكلم عن دور الوالدة إن هي كان لها دور كبير في الإنشاد الديني وفي دعمك. كلمني عن والدتك وإزاي ولدت بجانبك. يعني والله والدتي يعني من الناس اللي ودنها حلو جدا، يعني زي ما بيقولوا كده بالعامية ودن موسيقية. فهي لما سمعتني أثنت عليا وقالت لي انشد دي كده، يعني عندها اللي هو الحس الفني. فانشدت والحمد لله. يعني كانت البداية بقى من هنا، ابتديت بقى أدرب نفسي وطبعا دخلت نقابة الانشاد وربنا أكرمني من أوائل الدفعة بتاعتي الدفعة الثانية. وطبعا تم تكريمي بقى من معالي الوزير السابق حلمي النمنم وجالي تكريمات كتير الحمد لله بفضل الله. ليه لجأت لمجال الإنشاد وما لجأتش للغنى؟ هو بصراحة مجال الإنشاد مجال صعب جدا، من أقرب الفنون لقلب الواحد، لأني مفيش
أرقى وأحسن إنك تكون مع ربنا وسيدنا النبي وآل البيت، يعني كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذاك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. ما فيش أجمل إنك تكون مع حضرة سيدنا النبي وآل البيت. سمعنا إيه نقول سيدنا النبي؟ يلا بينا. طلع البدر علي. ماشي. الله 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 حبيبي الله 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 حبيبي الله 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 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعى لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعى أنت شمسنا أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا نبينا أنت مصباح العيون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعى لله داع يا حبيبي يا نبينا يا إمام القبلتين أجمل منك لا تركت عين أحلى منك لا تلد النساء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعى لله داع سيدنا النبي الله سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي يا نعم سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا حبيبي يا نبينا أنت نور فوق نور يا حبيبي يا نبينا أنت مصباح السرور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعى لله داع صلى الله على نبينا صلى الله عليك حبيبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يزيدك ودايما كده في تقدم. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود وانا سعيد اني شفتك ويعني اتشرفت بيك جدا. الله يكرمك. ربنا يبارك. نورتني وشرفتني. الله يخليك. وكده انتهت حلقتنا النهارده من برنامج احلى الاصوات. استنوني في صوت جديد من برنامج احلى الاصوات. انوار الهادي بحياتي قا
قد جاء بأحلى الأصوات.